معنا النائب السابق إبراهيم بن سعيد، نائب في مجلس النواب نسخته الأولى. يخدم بيكم، يخدم بيكم، يقف ويروح، يقف يتعب من الوقوف ويروح. أنا لا يخدم بيكم، أنا لا أعرف قدام التعب. هذه مادة إعلامية كوم كوم، بعد يقعد يبهزر فيك ويسب فيك. والله العظيم أنتم تخدموا فيه. كم المرة الأولى يقف ويروح ما يقف. يهديك اسمع. مسالش يا ودي خلوني. قلت لي كلمة، قلت لي الحياة السياسية صعيبة برشا، واللي يحب يقول الحق يتعب. اي خاطر الوضع في تونس صعيب، عنده سنوات صعيب على الناس الكل، فهمتني؟ انت هذه ظهر لي مش المحطة الأولى، تقابلنا في برشا محطات. اش قلت لك أنا تو؟ كنت نحكي بصفة شخصية، معناها تو رديتها صحافة وإعلام، ما يصيرش. مرحبا. الوضع صعيب في تونس، هذا ما يشك فيه حد، ولكن تو ماشي أصعب. على الأقل كان صعيب على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وكان صعيب توا حتى على مستوى الحقوق والحريات، وعلى مستوى إنسان يعبر على الأقل على دي أصعب. لذلك ظهر لي رجعنا كيلومترات التالي، معناها ما نحبوش بلادنا توصل للدرجة هذه. الحل، الحل أن يحضر شوية عقل الناس تسمع بعضها. الحل أن سياسة الفرعون ما عادش فرعون، النتيجة النهاية متاعها مات غريق في معناها خلدت التاريخ كغريق. ما عادش البلاد هذه بلاد الطينة متاعها، الشعب متاعها تنفس الحرية، تنفس الحرية، راه ما عادش باش يقدر مهما كان، سواء سياسي سواء شعب. يسقط نكملوا لأنه مهمة برشا في الأمبيونس نتاع كل واحد يعبر على رأيه. قلت لي أنت معناتها فرعون، أين فرعون من اللي موجود في تونس؟ اللي موجود في تونس أن الموجود في تونس أنك ما تسمحش للناس باش تعبر، تحل الأحزاب السياسية اللي هي القاعدة في العالم كل. السياسة ما تتمش بدون أحزاب. اي ما تتمش بدون مسيلش خليه. انا راني نحكي معاه، احكي معاه مسيلش، خليه الشعب معنا في الاخر. مش سلاح هذا، مش سلاح. لحظه انت ولا غيرك ولا انا ما نحبش الاعلام اصلا، انا ما بكش مصري علي. انت سيبي خليه، جيب 10 منه. شفت هذا؟ جيب 10 صحفيين ما عندهم اعلام مكدس. مسال شادي بحشتيش بالعلام. اي سيدي بالبونت، وانا باش نتكلم بالبونت، باش نتكلم انا ما كنتش باش نتكلم بالبونت، باش نتكلم. تفضل اي تفضل. لا لا لبيس، انا كنت نسمع في كلمه ورايا مقبليك مهمه برشا، حقل النواره البترول. الحقيقه نتاع الثروات التونسيه في الجنوب التونسي، وانت ولد الفوار. ما عندنا بترول، ما عندناش شنو. تو السؤال ها شبيه لا سمحني تو السؤال هذا، السؤال هذا ظهر لي فات وقته وتجاوب عليه. لا لا فات وقته وتجاوب عليه 20,000 مرة، وخرجت الوزارة وصرحت على العدادات وصرحت على، وفي مجلس النواب انت تعرف اللي صارت برشا قوانين، تعملت برشا قوانين ان تعدل الاتفاقيات عن طريق المجلس، وصارت رقابة حقيقية. لكن الان هل رجعنا وين كنا؟ ما عادش المعاهدات تتعدى على المجلس، بدات باوامر وبدات بقرارات رئاسيه وما ندروش عليها وين ماشي. شنو فقط معناتها انا نسال فيك انت كود الفوار كمواطن، عندنا ثروه غازيه كبيره موجود، موجود ثروه بتروليه كبيره موجوده، مش من توا، مش من توا. هذا مشكلة انت ظهر لي تسال فيها وانت عندك الجواب. انت زرت 2015 مش توا، زرتنا في الفوار ولا صحيح وقت احداث وين البترول؟ كنت موجود غادي ولا موجود. شفت الابار موجود. موجوده ولا انا والدي يخدم فيها من الثمانينات في ابار البترول، مش من توا. معناها هذه حاجه مش جديده في تونس. اما ظهر لي السؤال ما عندوش محل من الاعراب توا. معناها انا نسال فيك انت ولد المنطقه، فقط انك انت اكثر مني علم ومعرفه. شنو الهدف؟ شنو الهدف؟ شنو الهدف؟ شنو الهدف من السؤال؟ شنو الهدف من السؤال؟ هو اسالني ورايا على الثروه البتروليه في بلادنا. انا حاجه برك يا محمد، ما صحافي انت ولا ثم اخلاقيات نتاع مهنه هاك التقسيم نتاع القطع نتاع التجزئه نتاع الفيديوهات مش باهي معناها
كي تحكي بعد ما تقطعوش كيما تحب وتخرجوا كيما تحب. لا باش يخرج لي كيما هو بالضبط. هذا هو نعديو اللي موجود. هذا هو نعديو. اسمع بالكواليس نتاعو. شفت انت علاش الامبيونس هذه؟ شفت علاش ولا ما تحطش المشكله فيهم هو واحد امراه. انا مش باهي، انا مش موافق على شيء هذا، فهمتني؟ اما انت زاد بالطريقه اللي قاعد تستعمل فيها والاسلوب اللي قاعد تعمل فيه راه قاعد يستفز في الناس. لذلك ظهر لي نبدل شويه الاسلوب. كلنا توانسه بدل الاسلوب نتاعك في التعامل مع الناس، بدل اسلوبك في التعامل مع الناس. خلي الله يعطيك الفلوس. نتحداك ربي يبارك فيك. ربي يبارك فيك. والله اللي ما تلبس افسير، والله اللي ما تلبس افسير، والله اللي ما تلبس افسير. عاملين لك شعبيه حرام والله. اللي تستاهل تفرق. ولا انا شايفك انت براسك. براسك براسك انت بالذات تعرف والله.